مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع بوصفة جديدة من حياة هوم كوكينج تشانل. بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. وصفة اليوم الكل بحبها، بالأخص جيل الشباب بروحوا خصوصي على مطاعم تشيكن وينجز حتى يأكلوا هالوصفة بصلصة الباربيكيو. رح أعملها بثلاث طرق: مشوية مثل هلأ اللي عم تشوفوها، مقلية، هيدي المقلية، ورح سويها مقلية من دون صلصة باربيكيو بالبهارات اللي عليها. خليكم معي حتى نشوف شو رح نعمل. عندي كيلو ونص من جوانح الدجاج منظفين أكيد ومنشفين. بالنسبة لجوانح الدجاج طلبت من محل ما اشتريتهم إنه شلي هي القطعة الصغيرة اللي بتبقى على جنبها، فإذا جوانح الدجاج بس قطعتين مش ثلاثة. هالصغيرة مضرة كتير، منشيلها وما منستعملها. البهارات المطلوبة: ملعقة صغيرة ونص ملح، ملعقة صغيرة ونص حر أحمر، ملعقة صغيرة ونص بهار أسود، ثلاث ملاقع صغار توم باودر، ملعقتين صغار زنجبيل باودر، وثلاث ملاقع صغار بابريكا. أكيد البابريكا ما بتبقى حرة. ملعقة صغيرة بصل باودر. ننتقل لتغليفة الجوانح. نحن بحاجة لاثنين كوب من الطحين، أربع ملاقع كبار كورن ستارتش أو نشا الذرة، ملعقتين صغار ملح، ملعقة صغيرة بهار أسود، ملعقتين صغار بابريكا، ملعقة صغيرة توم باودر، ملعقة صغيرة بصل باودر، وملعقة صغيرة جينجر باودر. فإذا رح أبدأ. أول شيء شو رح نعمل؟ رح نحط كل البهارات اللي ذكرناها لجوانح الدجاج عليهم. بدنا نخلطهم كتير 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 منيح. بدنا نخلي البهارات تتوزع مزبوط على جوانح الدجاج. بعدني هلأ ما قسمتهم، هيدول الكيلو ونص رح نستعملهم. نفس الشيء للمقلي، للمشوي، للصوص باربيكيو هي ذاتها. حطيت كل البهارات اللي ذكرناها وبنخلطهم كتير منيح. مشاهد الخلط مش كلها محطوطة أكيد، أخدت وقت أكتر أنا عم بخلط، بس أكيد ما رح حط كل الوقت عم بخلط قد ما فيني اختصرت. من بعد ما وزعت البهارات على الجوانح بدي غطي الجات بالنايلون، بوضعه بالبراد ليرتاحوا وبيتشربوا أكتر نكهة البهارات. بهالوقت بخلط الطحين مع نشا الذرة والبهارات اللي ذكرناها لهالتغليفة. إذا لاحظتوا ما حطيت حار مع الطحين، لأنه كيف الحار اللي حطيناه للجوانح ورح نحط حار بالباربيكيو صوص، فرح يكون الحار كافي. والما بحب الحار في خفف أكيد على الذوق. نخلطهم كتير منيح حتى ما نشوف ولا لون معين من البهار مجمع بمحل، لا بده يكون كله لون واحد المزيج. رح أقسم الدجاج على أقسام. رح أبدأ بالشوي. شلتهم من البراد، حطيت جريل على صينية. ليه عم بحط جريل على صينية؟ هيك بخفف الدهون اللي بتنزل، ما بيشربها جينح الدجاج لأنه هو أصلاً فيه دهون. إذا ما عندكم جريل فيكن تحطون دغري على الصينية مباشرة. عم بحرقهم شوي لأنه ظهرين من البراد مسقعين وعلى بعضهم شوي. دهنت الجريل بشوية زيت نباتي حتى ما يلزقوا عليهم، حتى لو فيهم دهون ممكن يلزقوا ويعذبوني انه اقلبهم. وكمان رح حط كمان حوالي نص ملعقة صغيرة زيت نباتي عليهم وبخلطهم مع بعضهم شوي وبوزعهم على الجريل حد بعضهم مش فوق بعضهم. اذا لاحظتوا انه جوانح المشوية ما رح غلفها بالطحين والكورن فلاور، مجرد حطها بالبهارات بس وبشويها بالفرن 220 درجة سلسيوس محمى مسبقا قبل بعشر دقايق حتى الاستواء. ننتقل لجوانح الدجاج يلي بدنا نقليها. بحط فوقها كل كمية الطحين والكورن فلاور مع البهارات وبخلطهم كتير منيح. ما بدي الجوانح الدجاج يبقى مبين، بده يتغلف مزبوط بالطحين والمزيج. كمان اختصرت بمشاهد الخلط الجوانح بالطحين، بتاخد وقت شوي أكتر، ما رح نحطها كلها، بس مهم تتأكدوا إنه الجوانح تغلفت كلها مزبوط بالطحين. بنحضر مقلي غميقة فيها زيت نباتي أكيد. عم فرجيكم إنه بدي حمي الزيت على الرقم واحد، يعني أخف درجة نار عندي بدي أنطر حتى الزيت يحمى على هالدرجة رقم واحد، ما بقوي بحميه وبرجع بخفف لا. إذا عندكم ميزان حرارة خاص للأكل بنحط الميزان، بس ما توصل الحرارة ل 160 ماكسيموم 170 بنبدأ القلي. أو بتعملوا هالتجربة بنرش رشة طحين، إذا الطحين نزل وطلع بسرعة بقلب الزيت معناتها صار فينا نبلش قلي وبنضمن هيك إنه الدجاج رح يستوي مزبوط. فإذا القلي بده يكون على نار هادية، بس الزيت بده يكون حمي على هالنار الهادية. بنحط أول دفعة من الجوانح،
نقطة نسيت أولى إنه لما بدنا نشيل الجوانح وبدنا ننزلهم بالزيت بدنا هيك نهزهم شوي حتى إذا في طحين زايد ينزل، ما بدنا ننزل كل الطحين الزايد بقلب الزيت. بحركهم بس ما شوفهم أخدوا لون حتى اللون يتوزع على كل جانح الدجاج ويصير بلون واحد ذهبي أشقر ومقرمش، رح يطلع بشكل مش طبيعي. من بعد ما تأكدت إنه مستووا أخدوا وقت معي 10 دقايق بالقلي، بشيلهم بصفيهم بحطهم بمقلي ستانلس مش بلاستيك أبدا لأنه البلاستيك بضر كتير بالسخن، ما بيسوى نحط سخن على البلاستيك. ومنتابع القلي، بوضع كمية تانية، كل جانح بدنا ننفض عنه طحين الأكسترا وبدنا إياهم بقلب الزيت. شوفوا هالمنظر، شوفوا هاللون الرائع جدا. الجوانح بالفرن اخدين وقتهم وعم بيستووا على مهلهم. هيدي تاني مقلي كمان من بعد 10 دقايق اخدت وقت. شوفوا هاللون احلى من 100 مطعم chicken wings صراحة يعني. بعد ما خلصنا خليكن معي، بعد في اشياء كتير بدنا نعملها لنحصل على الصوص الطيبة. بتمنى ما تنسوني باللايك شير وسبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكن كل جديدة من حياة هوم كوكينج. بدي اشكر كل شخص عم بيعمل كومنت لايك وعم بيشجعني على الشانل. بتمنى لكم كلكن التوفيق. شلنا كل الكمية وبعد في عندي شوي كمان بقليهم بنفس الطريقة. دايما الزيت انتبهوا إذا قوي خففوا أكتر النار. بالنسبة للجوانح يلي قليتهم رح أقسمهم قسمين، رح خلي جوانح من دون صوص ورح أعمل جوانح مع الباربيكيو صوص الطيب كتير. المقادير قدامكن على الشاشة. ما في أسهل من تحضير هالصلصة الطيبة كتير. على نار كتير هادية بوضع كوب من الباربيكيو صوص، عم بنزل الكوب كله على الاخر قد ما فيني ما اترك شي فيه. بوضع فوق الباربيكيو صوص ربع كوب من العسل الطبيعي وملعقتين كبار من الصلصة الحارة. فيكن تنقوا اي نوع انتو بتحبوه، انا عندي نوعين، نوع اسمه سيراشا ونوع اسمه تاباسكو صوص. حطيت ملعقتين كبار سيراشا، رجعت مع انه كنت محضرة تاباسكو صوص بس غيرت رأيي. الموجود عندكن من الصلصة الحارة بتحطوه، بس لازم تكون الصلصة حارة لتكون هي اسمها باربيكيو صوص، بوفالو باربيكيو صوص. على نار كتير هادية تضل نحركن حتى ينخلطوا كتير منيح مع بعضهم. تاخد العملية بس حوالي 3 ماكسيموم 4 دقايق. النار ما منعليها أبدا. ببلش المزيج يسخن، بتحسوه عم يتقل بتكثف. بس ما يصير بهالكثافة هيدي بطفي النار وبضعن بجاط قزاز. هيدي هي الباربيكيو صوص الطيبة كتير. الأشخاص اللي ما بيتحملوا طعمة الحر أو يكون الطعمة حادة من الحر خففوا إذا بدكن، بس جربوها ما رح تطلع كتير حرة يعني، ما بعرف زي نحن معودين ما بعرف. طلعت رائعة جدا وهي الطعمة اللي منلاقيها بالمطاعم chicken wings. قبل ما أوضع الدجاج المقلي بالباربيكيو صوص بدنا نشيل المشوي من الفرن، استوى على الآخر. بدهنا لكل حبة عالجهتين بالباربيكيو صوص. سامعين صوت القرمشة؟ هيدول المشويين. كيف المقلي رح يطلع مقرمش أكتر وأكتر. فإذا بنحط الصوص على الجانح بجميع الجهات والكمية قد ما بتحبوا حطوا، ما في أي مشكلة. ما فيني أقلكن حطوا ملعقة، حطوا ملعقتين، قد ما بدكن تشبعوها بالصوص فيكن، وهيدا على ذوقكن. بالنسبة للجوانح المقليين بتاخدوا الكمية يلي بدكن إياها وبتغطسوها بقلب الباربيكيو صوص وبتخلطوهن كتير منيح مع بعضهم. في حال رح تعملوا كيلو أكيد بتدوبلوا عيار الباربيكيو صوص، لأنه أنا أخدت نص كيلو. كوب من الباربيكيو صوص كتير كافي لكمية
نص كيلو. في نقطة مهمة نسيت أذكرها، لما تشتروا الباربيكيو صوص اشتروها من دون العسل، من دون الحر، لأنه في أشياء خالصة بتبقى حاطين لها الحر والعسل، ساعتها ما فينا نشتغل هالشغل كله، نحن عم ننكه الصلصة على ذوقنا نحن. بخلطهم كتير منيح وبشبعهم بالصوص، برجع بشيلهم بحطهم بصحن التقديم. بدي منكن انتو تقولولي شو رأيكن بهالمنظر. أنا برأيي بضاهي أكبر مطاعم تشيكن وينجز وبالطعمة أطيب وأطيب. وهيدا التشيكن وينجز من دون باربيكيو صوص. هاي دول الصحنين القلي النتيجة مع باربيكيو وبلا باربيكيو. بعد في عنا الشوي، تمام رح فرجيكم الفرق بين الشوي والقلي. بس شوفوا هالمنظر شو حلو. العيلة برا عم بتطالبني يلا يلا رح ظهر هالصحن وارجع بدي اسكب المشوي بعد ما حطيتهم بصحن التقديم. ظهرت هالصحن يبلشوا فيه ورح اسكب المشوي بصحن التقديم ورح اوضعهم حد بعضهم المشوي والمقلي وتقولولي بالمنظر اذا في فرق. هيدا المشوي وهيدا المقلي. الفرق بين اثنين انه هيدا لمعيته اكتر لانه غطسناه اكتر بالباربيكيو صوص. حطيتهم على طاولة التقديم، لقيت الصحن اللي دهرته بالاول اسم الله خلص والف صحة وهنا يعني، بس ما نطروني الشباب. رح دوق ثلاثة وقلكن اي نكهة اطيب ومين الاطيب، المقلي او المشوي او البلا صوص او المال صوص. يعني هو ثلاث حبات يتيمين وقعد. يلا اسكوب رح بلش حط وتقولولي انتو رح تعرفوا المقلي من المشوي. كيف بنعرفهم؟ انه المقلي في لمعية اكتر مثل ما قلنا انه مغطسين اكتر بالصوص. رح ندوق بالطعمة ونشوف. اول شي شوفوا الاستواء رائعين جدا بسبب طريقة القلي الصحيحة. المقلي عم تقرش قرش كتير طيبة. رح دوق المشوي، يعني عن جد أكلة هيك منقول باللبناني، كتير طيبين. اللي بده يوفر بالزيت بالكالوريز يعمل مشوي، نيناتهم تقريبا نفس الطعمة بس هديك بتقرش شي بسيط أكتر. يعني اليوم أنا عم بتعشى مدورة الكاميرا عم فرجيكن إنه كل تشيكن وينجز مستويين على الآخر وكيف هن من جوا، مش بس وحدة واتنين. طالما عم باكل بدي فرجيكن طريقة الاستواء، الطريقة ناجحة بالقلي كتير. صوص الباربيكيو هي حمرة بس عم فرجيكن انه هاي الصوص حمرة، هي دجاجة كتير مستوية على الاخر. رح فرجيكن يلي مش مغطسة بالصوص لتشوفوا الفرق. هيديك عطيتني شوي على حمار بالكاميرا عسى ما تفكروا فيها احمر من جوا. هيدي البلا صوص، هيدي مثل هوليك بس هيدي بلا صوص. لاحظتوا ما في ولا لون احمر من جوا، مستويين على الاخر لانه طريقه القلي كتير صحيحه وناجحه واتبعوا نفس الطريقه لحتى يطلع دجاج مستوي مش يحترق من برا ويضل ني من جوا. يلا بعد رح اكل حبه وحده وخلص. فرجيكم هي فيديو اليوم خلص وانتهى. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالوصفه. بشكركم كتير على المشاهده وبشوفكن بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.